انه امك خلفتك وربتك وكبرتك انه على الاقل بعد ما انقطع ظهرها حتم فيها. ايدك اليمين بتحطها على كعب الظهر، ايدك الشمال على نص الظهر. هلا للماما خدي نفس، اقعد فضي، بتبعد ايديك عن بعض، هيك بتكون عم تعمل ستريتشنج لعضلات الظهر. جاي خدي نفس، فضي، بعد العضلات عن بعض. كيف تعمل هالشيء؟ بتكون بعد ايديك بهالطريقه، هالايد بتروح لفوق وهالايد بتروح لتحت. اذا الماما بتضل تقول ظهري عم يوجعني وعتلين همها يمكن يكون معها ديسك، رح علمها كيف تفحص الوالده بهالطريقه. اطلب من الوالده انه تقعد تشبك صبية ايديها ببعض ورا ظهرها وتمدهم شوي لورا، راسها يكون منحني لقدام قد ما فيها. رح نبلش بالاجرة الشمال، مد اجرة الشمال على الماكسيموم وصبيها اجريها لعندها. اذا ما في وجع الحمد لله، بس اذا صار في وجع بالاجر بالفخذ او بالظهر في احتمال انه يكون في ديسك، لازم تاخدها عند الطبيب المختص لتعمل فحوصات شعاعية. اكيد فحص دايما الاجر اليمين واجر الشمال، وسلامتها للوالدة. مش حرام عليك ضلك تارك الماما ظهرها عم يوجعها؟ حضار هذا الفيديو وشوف كيف لازم تعالجها. طلبوا من الوالدة انه تنام على بطنها وتشبك صبيعها ورا رقبتها بهيدي الطريقة، تلقطوا هالمنشفة بترافة، توقفوا انتو تحت حوضها بشوي، تقولوا ترخي اعصابها، واللي بتعملوا بتشدوا به ظهركن لورا، ليكوا كيف عليت، وبتعملوا حركة نص دائرية 5 مرات يمين بيرجع، 5 مرات شمال بيرجع، 5 مرات لورا. فيكن تعملوا هذا الموضوع 3 مرات بالأسبوع على مدة 2 أو 3 شهور وشوفوا قد ايه الماما رح تتحسن. إذا أمك وبيك عندهم وجع ظهر وعم ينزل على كل إجريهن عالميلتين يمين وشمال، فإذا ضروري لازم يحضروا هذا الفيديو. مشكلة السباينال ستينوزيز أو تضيق بمجرى النخاع الشوكي بأسفل الظهر هي مشكلة بينصابوا فيها الأشخاص الكبار بالعمر فوق عمر 60 عادة. بصير في وجع خفيف بالظهر بس وجع كتير قوي بالإجرتين، والشخص ما بعد فيه يقدر يمشي كتير. ايد اليمين طلقت اجر الشمال بالكعب، ايد الشمال اجر اليمين، ننزل شوي شوي للاخر، راسنا تحت، ناخذ نفس زفير، ننزل شوي اكتر، ناخذ نفس زفير. مبدأ هذا العلاج انه نفتح قد ما فينا مجرى تبع نخاع الشوكي باسفل الظهر كرمال نقدر نريح الاعصاب. بينعمل 10 مرات مرتين بالنهار، لازم نبلش نشوف نتيجة ابتداء من تاني اسبوع او تالت اسبوع. اذا ما صار في نتيجة من هذا التمرين ساعتها الافضل ينعمل جراحة.